يونيات مستعملي مياه السقي للنواب المحترمين عبد الصمد قيوح، ابراهيم حسناوي ومبارك حنبالي من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. تفضلوا السيد عبد الصمد. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، تلعب المناطق السقويه دورا كبيرا في التنميه الفلاحيه ببلدنا، الى ان في بعض الحالات يتعرض الفلاحون لاداء فاتورات زياده على فوائد عاديه وفوائد المتابعه وكذلك فوائد تاخير، وهذا كيكون في واحد الاطار اللي حنايا ما يمكن الا نكلفوه بانه غير معقول، بحيث على الاقل الدوله خاصها تضمن تمويل ديال الفلاح بالماء كما هو الحاله في السد ديال عبد المؤمن في جهه ديال سوس. فما تنوي وزارتكم القيام به لحل هذه المشكله؟ وشكرا لكم. كلمة السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، أشكر السيد النائب على هذا السؤال، وأود في البداية التذكير بأن استخلاص الواجبات المفروضة على استعمال مياه الري يخضع لضوابط حددها القانون استثمار الفلاحية ومدونة تحصيل ديون العمومية، وبمقتضى هذه النصوص لا يمكن اعتماد إعفاء الفلاحين المدينين لمكاتب الجهوية من الفوائد المترتبة عن مستحقات مياه السقي بما فيها فوائد التأخير والمتابعة. أما بمنطقة إسن المعنية بالسؤال فتبلغ فوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بمستحقات الواجبات المفروضة عن استعمال ماء الري خلال الفترة الممتدة من أوائل 2001 إلى آخر إبريل 2005 التي تم خلالها التوقف عن إمدادهم بماء الري ما مجموعه 2 مليون درهم في ذمة الفلاحين الخواص. وللإشارة فإن كل الديون المتراكمة على الفلاحين والتي أدت إلى احتساب فوائد التأخير المشار إليها سابقا ترجع إلى ما قبل سنة 2000، أي قبل توقف إمداد الفلاحين بماء الري من سد عبد المؤمن، وهو ما يفيد أن هذه المستحقات لا يمكن ربطها بفترة الجفاف التي أدت إلى توقف الإمداد بالماء الري من هذا السد. ورغم التوقف عن إمداد الفلاحين بمياه السقي من سد عبد المؤمن فإن فلاحي هذه الدائرة السقوية يلجؤون إلى استغلال المياه الجوفية لأغراض الري، حيث تراوحت المساحة المسقية خلال الفترة المشار إلى أعلاه ما بين 5140 إلى 6180 هكتار من أصل 7000 هكتار تسقى عادة بمياه السد والمياه الجوفية، وهو ما ساعد فلاحي دائرة إسن المدينين بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسا على تسديد ما بذمتهم من ديون بما في ذلك فوائد التأخير خلال الفترة الممتدة ما بين أوائل 2001 إلى آخر إبريل 2005، وقد بلغ مستوى تحصيل هذه الديون خلال هذه الفترة 65% من مجموع الديون المستحقة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المستحقات غير مسددة تهم 1100 فلاح من أصل 2700 فلاح يستعملوا مياه السقي بدوائر إسن، كما أن 58% من هذه المستحقات هي في ذمة 23 فلاحا فقط. وبهدف إيجاد الحلول الملائمة لوضعية الفلاحين الذي لم يسددوا بعد ما بذمته من ديون، تبقى مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسا رهن إشارتهم لدراسة كل حالة على حدة من أجل جدولة ديونهم وتسهيل عملية التسديد، وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل. وشكرا السيد الرئيس. شكرا لكم. تفضلوا سيدي التعقيب. شكرا السيد الوزير. الجواب ديالكم على السؤال ديالنا أقل ما يمكن نقوله عليه هو غير واقعي، لأنه بالفعل القانون المنظم للديون العمومية كيشمل المياه ديال السقي، ولكن احنا في العصر ديالنا أي خدمات اللي تأدت خاص يتعطى عليها واحد الواجب. الآن السد ديال عبد المؤمن مقطوع، ما كيزودش الفلاحه ديال منطقه السن منذ سنه 2000، ولكن الفوائد ديال المتابعات والفوائد ديال التاخير باقيه خدامه، الكونتور باقي كيدور. اذا ما يمكنش نقولوا بانه راه غادي نحبسوا الماء، ما كنعطوش واحد الواجب
ديال التموين ديال المال الفلاح وفي نفس الوقت الكونتور ديال لي زانتيري كيدور، هذا غير معقول. ثانيا السيد الوزير، هناك بعض الحالات وبغيتك باش تشوف معايا البعض فيهم. هنا كاين انسان كتسالو 100000 درهم في 1999 علما في انه في سنه 2000 توقف الماء، ففي 2005 وصلت عنده 160000 درهم فوائد عاديه و 20000 درهم ديال فوائد المتابعات و 10000 درهم ديال فوائد التاخير. يعني من 100000 درهم ولات الدوله كطالبوا ب 190000 درهم وهو ما كيستافدش من هذا الماء. اذا السيد الوزير، انا كنطلب منكم باش تراجعوا هذوك الارقام اللي تعطوا لكم مع احتراماتي لكم. هناك مشكل كبير، زياده على قولكم بان كاين امكانيه ديال استعمال المياه الجوفيه. البرج السد ديال عبد المؤمن كيسقي 12000 هكتار في منطقه باقيه ما معروفه واش هي غابويه او لا منطقه خاصه، يمنع فيها منعا كليا باش يعني باش يتحفر او لا تنقيب على اي 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 بئر ديال الماء. اذا هناك تناقض. ففي نفس المناسبه كنطلب منكم السيد الوزير باش توقفوا باش تحلوا المشكل العقاري ديال 12000 هكتار اللي كتستافد من السقي ديال هذا السد عبد المؤمن، واللي هي تابعه للمياه والغابات، واللي بطبيعة الحال كيستحيل على الفلاحين باش ينقبوا الماء في هذه المنطقه. وشكرا. شكرا.